سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، اجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع ان نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا اعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. شخصيا انا على مستوى التعليق كنت قد استمتعت باجواء ملعب المراكانا، لا يمكن وصف هذه التحفه المعماريه وهذا التاريخ العظيم لهذا الملعب. نستمع واياكم الى النشيد الوطني للمغرب. والآن مع النشيد الوطني للفريق الآخر. والآن مع انطلاقة المباراة، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. حكيمي، زهير فضال، يتواصل اللاعب برمية التماس. النصيري في موقع جيد استغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. حكيمي، محمد صلاح يحاول تمريرها من يحاول أن يسدد الكرة من هنا، تسديدة قوية كانت قريبة جدا من المرمى لكنها في الأخير ضاعت. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. أحمد فتحي يغير اتجاه اللاعب على الجناح، كرة خرجت وفي الأخير إلى ضربة مرمى. يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة على الجناح لكن بعيدة جدا، لن يلحق اللاعب بكل تأكيد بهذه الكرة. محمد النني، محمود كهرباء، أيمن أشرف، محمد النني، أحمد فتحي. كرة طويلة إلى الأمام، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط، يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. تمريرة جميلة، يمر ويلعب كرة بينية. حكيمي، حكيم زياش، كرة على الجانب، يلعب العرضية، تشتيت الكرة، تسديدة، الله على الهدف المغربي. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء.
يلعب كرة بينية. يحاول فك شفرة دفاع الفريق محمد صلاح. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة. لمسة بينية. رومان سايس، زهير فضال، كرة طولية في اتجاه نصيري، يستعيدها حكيمي، ضغط قوي وينجح في استعادتها حكيمي، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، كرة طولية إلى الأمام، يلعب رمية التماس، محمد صلاح، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. يبعدها بقبضة يده. رومان سايس، حكيم زياش، كرة طولية في المساحة الخالية، انصري، قد تكون تسديدة من أول لمسة. يصل حارس إلى الكرة، لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. محمد صلاح، ويلعبها عرضية. رومان سايس، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. كرة اجتازت الخط، حولت إلى رمية التماس. كرة للمنطقة الأمامية. يحاول أن يلعب كرة بينية. يحتسب الحكم ركلة حرة. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب. مرت الكرة، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. فرصة للتسديد. الله يا ولد، هدف غير عادي. صافي
ظهيرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. ركلت بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. إذا ما نجح الفريق الخاسر في تذليل الفارق في وقت مبكر، هذا الأمر سيعطي فرصة كبيرة من أجل العودة ربما بعد ذلك قلب الطاولة، لما لا في هذا الشوط الثاني. انصري، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. زهير فضال، كرة إلى الأمام، حكيم زياش، يوسف النصيري. أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. أحمد فتحي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعبها إلى منطقة الجزاء، يلعب كرة على اليسار. النني، لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. كهرباء، الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. حجازي، لعبة سيئة تقطع الكرة الآن، يمر ويلعب كرة بينية، يتقدم بقوة بدنية. انصري، وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. مرتدة كانت غير عادية في أقل من 10 ثواني. خسر المواجهة أمام خصمه. تلعب الكرة إلى الأمام، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. محمود كهربا، لمسة على اليسار، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. محمد النني يلعب كرة بينية، هنا كرة عرضية. محمود تريزيجيه يحاول تمريرها من بين المدافعين، موجود لإبعاد الكرة. حجازي يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة ممتازة، فرصة حكيم زياش. يلعبها ببراعة، كانت مراوغة رائعة جدا وفرصة كبيرة. مجهود كبير، انطلاقة رائعة، لكن التسديدة لم يكتب لها النجاح. الكرة ملعوبة إلى الأمام،
حكيمي، تريزيجيه يسدد الكرة، تذهب الكرة إلى خارج المرمى. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. بينية إلى محمد صلاح، زهير فضال، كرة طويلة للأمام، يتفوق، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، تمريرة بينية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم ويعود بالكرة إلى الوراء. حكيمي يلعب كرة أرضية، تغيير لاعب على الأجناب، يلعبها داخل ال 18، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ حكيمي يحاول أن يلعب كرة بينية، اللاعب ينصري، محمد النني يبحث عن المهاجم، يلعب كرة طويلة، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد، يعيدها إلى الحارس. محمد صلاح، وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. نعم رغم أنهم خسروا لكن أظهروا